فاضين. المشكلة والكارثة في هذه الحالة هذه هو أن هنا بيلي خص من منتخب مرشح إلى منتخب يشعر بالإحباط بعد الأداء البعيد كل البعد على الإقناع مقارنة بالخصوم الأخرى بحال مثلا منتخب إسبانيا ولا منتخب ألمانيا. في هذا الفيديو هذا غنشوفوا المشاكل التكتيكية العميقة اللي كاينة في وسط المنتخب الإنجليزي، ومن بعد غنشوفوا بعض الحلول التكتيكية وغنستعنوا المباراة الأخيرة اللي حاول فيها ساوثغيت لأنه يصلح بزاف ديال الأمور، ومع ذلك انتهت النتيجة ب0-0. فما غاديش نطول عليكم، غادي نبداو في التحليل ديالنا على بركة الله. اول مشكله عند المنتخب الانجليزي هي في الفتره ديال البناء، حيث انهم كيكونوا بزاف ديال اللاعبين ديال الانجليز، تقريبا 8 ديال اللاعبين في المنطقه ديال المنتخب الانجليزي، وبالتالي ميمكنش على انهم يطلعوا الى الامام. كيفاش كيوقع هادشي غنشرحوه دابا، ولكن قبل خصكم تشوفوا معايا هذا البيان، هذا اللي كيوضح يعني اللمسات بالنسبه للاعبين ديال خط الوسط اللي هما ارناندو رايس وكذلك يعني بيلي وكذلك فودين وكذلك ساكا. كنلقاو بلي انهم عندهم عدد اللمسات في المنطقه 14 قليله وقليله بزاف. هادشي كامل كيوقع نتيجه ديال هذا الامر هذا اللي غنشرحو دابا بالفيديو. فهنا ملي كيبغيو يخرجوا الكره فهنا الكره كتكون بحوزه قلوب الدفاع، فبالتالي رايس كيهبط يجيب من عندهم الكره، هنا ما كيخليوش قلوب الدفاع يتقدموا، بل رايس هو اللي كيهبط ويجيب من عندهم الكره، وهنا بيلي تا هو كيهبط عاوتاني عند رايس باش يجيب من عنده الكره، وبالتالي كيخرج من الخطوط ديال الخصم، وكتكون النتيجه بهذا الشكل هذا. اذا ها هما جوج ديال اللاعبين ديال خط الوسط ديالك استعملتيهم في حركه اللي ما نفعتكش باش انك تقدم، اضافه على ان ارنولد ما كيوفر حتى شي خيار ديال التمرير وكيبقى واقف بلاصتو وكيبقى معزول تما كما كنلاحظوا. مع الاستحواذ ديال بيلي فالامر هذا يخلي على ان فودين يهبط باش انه يعطيه الدعم، وهنا كنشوفوا على انه ما كاينش شي لاعب اللي معمر المركز اللي شاد المنتخب السربي باحكام، وبالتالي هنا يكون عندك 8 ديال الجوتات او 8 ديال اللاعبين نسميهم جوتات لانه ما يكون عندهم حتى شي دور من اجل التقدم، وزيد الى ذلك تكون عندك العزله ديال الهاريكين. نشوفوا لقطه واحده اخرى، هنا عاوتاني الكره عند قلوب الدفاع والكره عند الحارس، هنا ما كاينش الثقه عند قلوب الدفاع، فبالتالي غنشوفوا على ان رايس هو اللي غيستقبل الكره هو اللي غيستحوذ عليها. هنا ارنولد مزومي عليه ما عنده حتى شي دور، وهنا بيلي هابط عند رايس كما كنلاحظوا تما، الكره مشات عند قلوب الدفاع مشات عند رايس، ها هو يعطي الكره بالنسبه لبيلي اللي هبط. واخا هنا في هذه الحاله ارنولد معمر المركز ولكن ما كيعطيكش واحد التحفيز باش انك تعطيه الكره، واخا الامر غادي ينتهي بتمريره سلبيه في الخلف في اتجاه داك السهم الاسود، ولكن غالبا ما كيتحركش، وهذا الشيء غنشوفوه في التتمه ديال الفيديو. فودين من نفس الحاله عاوتاني غادي يهبط باش انه يعطي الدعم بالنسبه لبيلي، غيهبط مع داك اللاعب ولكن للاشاره لان داك اللاعب اللي هبط معاه ما وقفش من المركز، فبالتالي كتبقى صربيا متحكمه في خط الوسط، وهنا عاوتاني عندك النتيجه ديال 8 ديال اللاعبين في المنطقه ديال المنتخب الانجليزي، وما كاينش خطط واضحه من اجل التقدم، وغالبا تلعب الكره في السماء او لا شي حاجه من هذا القبيل، وهنا عندك العزله ديال هاري كين. لقطه واحده اخرى عاوتاني من الماتش ديال الدنمارك، لاحظوا معايا خط الوسط كامل 3 ديال اللاعبين في المجموعين، ولاحظوا معايا الكسله الدفاعي ديال المنتخب الدنماركي، اذا ما كاينش واحد الخطط واضحه باش انك تقدم بهذا الخط الوسط اللي عندك كامل مجموع في هذه المنطقه هذه. لقطه واحده اخرى من الشوط الثاني، هنا عندك بيلي ارنولد وكذلك رايس اللي هو هذا، فكاملين مجموعين في المنطقه ديال المنتخب الانجليزي، فبالتالي مستحيل انك تقدم بهذه الطريقه هذه. وهذه اللقطه اللي غندوز دابا هي السطاج الاخر، لانه غتبين المدى الكارثه اللي عند المنتخب الانجليزي في خط الوسط. في هذه الحاله هذه اوكي، هنا بيلي معمر ديك المنطقه اللي ما بين الخطوط كما كنلاحظوا تما حتى لهنا مزيان، شنو غيعمل في هذه الحاله هذه؟ غادي يهبط ويقرر عند اللاعبين ديال خط الوسط الارتكازيين اللي هما ارنولد وكذلك رايس. بيلي حنا كانوا متفقين على انه موهبه عالميه كيصنع الفارق مع ريال مدريد الى اخره، ولكن ما كيوفرش لراسو افضل وضعيه من اجل استقبال الكره بين الخطوط. هنا ملي غتقرب عند اللاعبين ديال الارتكازيين فراه دغيا غادي يشبروك اصاحبي هاد جوج ديال اللاعبين ديال خط الوسط ديال المنتخب ديال الدنمارك. اذا هنا كيتخلى على المركز ديالو اللي هو صانع العاب، حيت لبقى وقف ديك علامه اكس وعرف على انه يتحرك خلف دوك جوج ديال اللاعبين فراه غتوصل ليه الكره بين الخطوط وغتشكل محاوله خطيره بالنسبه لانجلترا. شنو يوقع في هذه الحاله هذه؟ ارنولد عنده حل واحد هو اللي عنده كره، عنده حل واحد يا اما يعطيه الكره وهذا الباس هذا ما يكونش نافع، يعطيه الكره غيرجعها ليه صافي. والحل الثاني هو انه يلعب الكره تجاه الاجنحه، داكشي اللي غيدير ارنولد يلعب الكره تجاه فودين. المشكله والكارثه في هذه الحاله هذه هو ان هنا بيلي خصو يحني راسو ويتخبع من ديك التمريره اللي غادي يعطي ارنولد، اذا كما كتلاحظوا هو غيحني راسو غادي يتخبع من ديك التمريره كيف قلنا، فهاد العنكشه كامله بسبب انه كيقرب دوك اللاعبين الارتكازيين. كون كان بين الخطوط فراه كان فودين توصل الكره ويوقف له الكره بين الخطوط وتشكل محاوله خطيره، مثلا في هذه اللقطه هذه واخا انا ما طراش داكشي اللي كنشرحو دابا غير فقط كمثال توضيحي. هذه لقطة مماثلة عاوتاني غير هو نعكسو اللقطة، هنا ماشي ارنولد لا يطلق التمريرة بل بيلي هو لا يطلق التمريرة، لاحظوا معايا خط الوسط كيفاش قريب، هنا عاوتاني بيلا غيبغي يلعب الكرة تجاه الأجنحة، خاص عاود ارنولد يحني راسو باش أنا ما تصطدمش بها عفوا الكرة،
نكملوا. كاين مشكل اخر عاوتاني بالنسبه للمنتخب الانجليزي واللي لاحظنا في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، هو ما كاينش دعم ديال اللاعبين لبعضهم. غنشرحوا كيفاش، ولكن قبل فهاد اللقطه هذه ضروري ما نتكلموا على المشكله ديال بيلي. فهاد الحاله هذه هو صانع الالعاب، وقف عندنا ما بين جوج ديال الخطوط ديال المنتخب ديال الدنمارك، تلعنا مزيان. اذا هنا امكانيه كبيره على انها توصلوا الكره، بحكم ان داك اللاعب ديال الدنمارك في وضعيه اللي هي صعيبه ما بين جوج ديال الخيارات ديال التمرير، واحده الوركر وواحده البيلي. فهاد الحالة هادي شنو غيعمل بيلي؟ غادي ينزل عند اللاعبين اللي كيخرجوا الكرة اللي هما ارلوند وكذلك رايس. نقدر نتفاهم النزول ديالو اذا كان والكر غادي ينطلق ويتلقى التمريرة ما بين ديك الفجوة اللي كاين ما بين قلب الدفاع وداك اللاعب، ولكن في هاد الحالة هادي ما كاينش هاد الامر هذا، بحكم ان كيف قلنا اللاعبين ما كيدعموش بعضهم، ما كاينش شي طريقة من اجل الخروج من هاد الدائرة اللي ما بين هاد خمسة ديال اللاعبين، وزاد كملها من اللي بيلي نزل عندهم، فزاد ضيق الامور على المنتخب الانجليزي. فبالتالي ما كاينش حتى شي طريق باش انهم يوصلوا ساعة عند الاجنحه اللي فاتحين الملعب بالعرض اللي هما ساكا، وانا في هذه الحاله تريبير ماشي فوضي لان فوضين مع هاد اللاعبين الخمسه. نشوفوا لقطه واحده اخرى. هنا في هذه الحاله هادي رايس عنده كره، يعطي الكره بالنسبه لساكا، ساكا غادي يهبط باش انه يستقبل الكره. لاحظ معايا ساكا من اللي غادي يهبط غادي يستقبل الكره. في هذه الحاله هادي بالامكان على ان هاري كين وبيلي يعطيوا الدعم باش انهم يزيدوا الى الامام، ولكن في هذه الحالة هادي ما غاديش يعطيوها الدعم، فبالتالي ساكا غادي يضطر على انه يرجع الكرة الى الخلف بتمريرة سلبية، فبالتالي ما يمكنش على ان انجلترا تقدم. نشوفوا لقطة واحدة اخرى من الماتش ديال السربعين، يمكن هادو لقطات ضبابيين ولكن هادو هما اكثر توضيحا. هنا غنشوفوا على ان الكرة عند رايس، هنا فودين غادي يهبط، ها هو لاحظ معايا ها هو فودين ها هو هبط، غيتلقى التمرير من عند فودين، سهلة ارلوند خصو يوفر له خيار ديال التمرير، فبالتالي هنا فودين غيعطيه الباس وغيتقدموا الى الامام. ارلوند كيبقى وقف بلاصتو، وبالتالي هنا فودين غيلقى راسو في وضعية اللي هي حرجة، خصو يرجع الكرة لديكلان رايس، وهنا عاوتاني شوف على الخلبطة كتوقع بالنسبة للمنتخب الانجليزي باش انهم يزيدوا الى الامام. هنا لاحظ معايا التحرك ديال ارلوند، الكرة مشات من واركر لساكا، ساكا عنده كرة، لاحظ معايا ارلوند كيفاش غيبقى وقف بلاصتو. بدون تعليق هادي. هادي بدون تعليق، لاحظ معايا ارلوند فين بقى، ما كان عنده حتى شي دور من اجل التقدم الى الامام بصراحة. هنا جالاجر ملي دخل بلاصة ارلوند لاحظ معايا الكرة مشات عند ساكا، شوف جالاجر كيفاش مشى عند ساكا. فالامور واضحة وغنزيدو نفسرو هادشي في الماتش الاخر ضد سلوفينيا. ما كانش عنده نهائيا التصيت الهجومي، بل كان عنده بزاف ديال الديشي في الهجوم. هنا غيشد الكرة، لاحظ معايا كيفاش غادي ما يقدرش عفوا يتحكم في الكرة، وبالتالي السربية غتسترجع الكرة. لقطة واحدة أخرى هنا ضد منتخب الدنمارك، هنا غيشد الكرة، سهلة باس لوالكر باش أنهم يزيدوا إلى الأمام، غيلعب الكرة عشوائية تجاه ساكا، وفي الأصل غادي تسترجعها منتخب الدنمارك ولا غيسترجعها منتخب الدنمارك، فكان عنده بزاف ديال العشوائية في اللعب، وبصراحة كان خيار سيء ديال ساوثغيت في خط الوسط. فهاد المشاهد هادو اللي مازال غنوضح لكم واحد الحاجة مهمة. هنا عاوتاني نفس المشكلة اللي تكلمنا عليها في البداية ديال الفيديو، أوكي ماشي مشكل، هنا هاري كان في الشوط الثاني غادي يشاهد ويتحول إلى صانع ألعاب، ودائما كيدير هاد القضية ديال هو في هاد الحالة غادي يشاهد وغيولي كصانع ألعاب وما يبقاش معزول. هنا بيلي غيدوز ليه الكرة بالنسبة لهاري كين اللي وقف ما بين الخطوط اللي هو المكان الأصلي ديال بيلي، فهنا ملي بيلي غيدوز الكرة تجاه هاري كين اللي ولا كصانع ألعاب، فشنو هو الدور ديال ديك الرايس وشنو هو الدور ديال أرنولد في هاد الحالة هادي من أجل التقدم؟ هاد لقطة واحدة أخرى، بيلي غادي يعطي الباس، شوف ديك الرايس كيفاش كيتفرج لبيلي. شي مرة راه كيتلاقى لينا بيلي مع ديك الرايس، وهنا الأدوار اللي كيقوم بها ديك الرايس كيقوم بها بيلي، وكيخلي بلاصتو خاوية، وهادشي اللي خلى على أنه إنجلترا تكون ناقصة في الإبداع الهجومي. فمن بعد ما حددنا المشاكل دابا غنشوفوا الاهداف اللي ماركاتهم في دور المجموعات، عاد ديك الساعه نشوفوا الحلول اللي كانوا في الماتش الاخير. هنا في هذه الحاله هذه عندنا ساكا كي دائما ما كيمدد الملعب ودائما ما كيوفر العرض بالنسبه للمنتخب انجلترا، عندنا بيلي دائما ما كيكون خارج الكتله الدفاعيه بالنسبه للمنتخب انجلترا، ودتا مع ريال مدريد، وهادشي ذكرته يعني في الفيديو اللي كان هادي عام قبل ما يبدا الموسم، وفي اول مباراه ديال بيلي قلت على ان بيلي دائما كيخرج من الكتله الدفاعيه ديال الخصم، ودائما ما كيقصد دوك الفجوات المتاحه في وسط الكتله الدفاعيه، وداكشي اللي شفنا في الهدف اللي ماركاه ضد منتخب صربيا. كما كنلاحظوا في هاد المشاهد هادو اللي مع ريال مدريد كنت دوزت هادشي كامل قبل واحد العام دابا. نكملوا. فهنا ساكا كيف قلنا على انه دائما ما كيوفر العرض بالنسبه للمنتخب الانجليزي، وهنا ساكا كيحاول على انه يخلي داك اللاعب شويه خارج عنده، بس في الاخير داك اللاعب اللي غيعطيه الباس كيعطيه الباس داخل الكتله الدفاعيه، وهنا ساكا كيدور مع على داك اللاعب وكيستغل ديك التمريره بحال مثلا هاد اللقطه هادي كنشوفها، لانه كيوفر العرض كيجر عنده داك اللاعب، بس هنا والكر كيعطيه الكره في وسط الكتله الدفاعيه ماشي في الخارج، فهنا ساكا ديك الساعه كيدور على داك اللاعب وكيتلقى التمريره. فهاد الحاله هادي غتلاحظوا معايا على ان جالاجر موفر الدعم بالنسبه لساكا، وهادشي اللي يخلي على ان ساكا يستقبل التمريره بدون اي مشاكل، وفي الاخر الكره غتكمل بالنسبه لساكا وغيدخل الكره بالنسبه للمهاجمين المتلقيين داخل الصندوق اللي هما بيلي وكذلك هاري كين. فهاد الحاله هادي اللي شفنا الهدف الاول ضد منتخب صربيا، لاحظ معايا عاوتاني نفس الطريقه، غادي يدور على داك اللاعب غادي يطيح الكره في وسط الكتله الدفاعيه وساكا غادي يدور. فانا بيلي كيف قلنا لانه كيقصد الثغرات المتاحه واللي كاينه،
اللي فيها كيستقبل الكره كيف كنلاحظوا هنايا بدون اي رقابه وكيسجل الهدف هذا كما كنلاحظوا في المشهد. في لقطه واحده اخرى عاوتاني ضد منتخب الدنمارك جات الخطوره من الجهه اليسرى من الجهه ديال ساكا، وفي الاخير غنوصلوا لواحد الخلاصه نكملوا. في هذه الحاله هذه هنا ساكا يدخل الى الداخل، والكرا يعطي الكره لساكا، ساكا يعطي الكره لبيلي اللي هو المركز الاصلي ديالو كما كنلاحظوا هنايا تلنا مزيان. فهنا بيلي غيلعب الكره بهذا الشكل هذا. شنو غيوقع في هذه اللقطه هذه؟ وان والكر ما غاديش يحبس بل غادي يكمل المسيره التقدميه ديالو، فيبقى ان هذا اللاعب هذا ولا هذا الظهير هذا ديال المنتخب ديال الدنمارك مسحوب لينا مع ساكا، وفي دلاله انه والكر كيعمل المجاوز على ساكا فهو اللي غيلحق الكره والكره غتكمل بالنسبه لوالكر وغتنتهي بهدف هاري كين. فهنا الخلاصه هو انه ملي اللاعبين الانجليز كيعطيو الدعم لبعضهم كما شفنا ان والكر عطى الدعم بالنسبه لساكا وساكا عطى الدعم بالنسبه لوالكر، فهنا لاحظنا على انه جات الخطوره. فهادشي اللي افتقدت ليه في اغلب الاوقات منتخب انجلترا ملي شفناهم في البناء الى اخره. دابا الفقره ديال الحلول. في الماتش الاخير لاحظنا على ان ساوثغيت جرب بزاف ديال التغييرات. اول حاجه بعد ما لعبش ارنولد لعب غالاغر اللي كان كيدخل كبديل ديال ارنولد، فغير البناء من هذا الشكل هذا اللي كنا كنشوفوه في المباريات السابقه لهذا الشكل هذا في المباريات اللي في المباراه عفوا ضد منتخب سلوفينيا. فهذا الشكل هذا عطى حريه بالنسبه لقلوب الدفاع باش انهم يزيدوا الكره، يعني عطاهم الثقه باش انهم يزيدوا بالكره ويساهموا في البناء كما كنلاحظوا في هذه اللقطه هذه. وتم تحديد ادوار جديده بحال مثلا ملي قلب الدفاع يتد بالكره ديكلان رايس يرجع ويعمر بلاصتو كما تلاحظوا في هذه اللقطه هذه. هنا هذاك اللاعب اللي هو قلب الدفاع غادي يمشي في السهم الاحمر يعني يتقدم بالكره، وانا ديكلان رايس غادي يرجع ويعمر بلاصتو كما كنلاحظوا في هذا المشهد هذا. وكذلك لاحظنا تغيير اخر عاوتاني في النمط في البناء. لاحظ معايا في هذه اللقطه هذه بيلي ملي هبط اللي كان نادرا فين كيسقط لان كان عنده تعليمات على انه يبقى الفوق، هنا ملي كان كيطيح فهنا لاحظ معايا ديكلار رايس كيفاش غادي يطلع ويزيد، فهنا غيتحول البناء لهذا الشكل هذا كما كنلاحظوا في هذا المشهد هذا. ولاحظ معايا التواجد المركزي اللي ما كانش سابقا، ولاحظ معايا التنشيط الهجومي اللي مع عند غالاغر اللي ما كانش عند ارلوند سابقا. لا يخوي العمق بالنسبه لساكا لا غيلعب الكره تجاه بيلي اللي هنا غيلعب الكره تجاه تريبيير، عفوا انا كتبت هنا والكر هذاك تريبيير الظهير الايسر ديال المنتخب الانجليزي، وبيلي عفوا راه في المنطقه 14 هما وصلوا للمنطقه 14 اللي ما كانوش كيوصلوا لها سابقا. وهنا تريبيير لعب الكره تجاه فودين وهنا غيدوبلي على فودين غيعطيه الدعم. ولاحظ معايا ملي غيدخل تا بيلي غادي يخوي المنطقه 14 لا يعمر لا يعمر عفوا ديكلار رايس، فهنا فودين عنده امكانيه باش انه يمرر في المنطقه 14 كما كنلاحظوا تما تجاه ديكلار رايس هذيك المنطقه اللي ما كانوش كيوصلوا لها سابقا، فهما وصلوا لها في هذا الماتش هذا من بعد ما صلحوا بعض الامور. وكان عندنا حتى تبادل ديال الادوار اللي ما كانش في المباريات السابقه، هنا بيلي واخذ المكان ديال فودين وفودين واخذ المكان ديال بيلي. في هذه الحاله هذه غيلعبوا الكره تجاه ديكلار رايس، لاحظ معايا كيفاش غيعطيو الدعم بالنسبه لديكلار رايس، والاخر غادي يخوي المساحه 14 لا غيكون معمرها هاري كين. فهاد الحالة هذه كذلك لاحظوا عاوتاني نفس الحاجة كتعاود. فأنا السؤال بالنسبة للمشاكل العميقة في راس الحوض في هذا الماتش ديال سلوفينيا، الخصم كان مستميت وكان متكتل دفاعيا وواجهوا صعوبة ضده. وهنا عندي واحد الملاحظة بالنسبة لقلوب الدفاع اللي ما كانوش كيعتمدوا عليهم في المباراة الأولى في هذا الماتش هذا، فراه داروا بزاف ديال التمريرات خاطئة فقط لأنهم ما كانوش كيعولوا عليهم في المباريات الأولانية، لهذا كان بزاف ديال الديشيب لو جو عن قلوب الدفاع. هذه كانت كملاحظة مهمة من أجل التقدم السليم للكرة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي.